المؤلفة الجميلة أماني التونسية منورانا. تونسي والله. تونسي منورانا النهاردة. مصرية. مصرية. ممكن تكلمينا عن كواليس الفيلم وتأليف الفيلم؟ أنا الفيلم ألفته من سنة 2016، الفكرة كانت شغالة عليها وبعد كده عرضتها على الأستاذ عثمان أبو لبن، بس هو كان بيعمل قصة حب وبعد كده عملنا قصة حب وبعدها عجب له الفكرة، ابتدينا نشتغل عليها وبعد كده الحاج أحمد طلب مني شغل يعني، ورحت بيه أنا وأستاذ عثمان أبو لبن الشغل ده وعجبه توأم روحي وانتجناه وعمله. طب ليه واحنا انتجه الحاج احمد واحنا نفذناه بقى؟ طب ايه رايك في كاست العمل؟ حسن الرداد احسن حاجه، احسن حاجه يعني، احلى كاست، حسن وامينه وعيشه عاملين حاجه هايله جدا يا جماعه، انا بجد ادخلوا شوفوها حاجه تحفه يعني. تم اختيارهم ازاي؟ بناء عن ايه؟ والله كنا قاعدين وكانت في ضمن الترشيحات وحكينا لهم القصص وقروا الفيلم عجبهم بس. طب ليه سميتي توأم روحي؟ عشان هو بيتكلم عن توأم الروح. حضرتك شايفه ان احنا مفتقدين جدا في السينما المصريه قصص الحب، وحضرتك قدمت لنا قصه حب كانت تحفه جدا، هل في اعمال تانيه بعد كده زي ان شاء الله؟ بس اكشن بقى، انا داخله حاجه اكشن، بس مش انا اللي يعني كاتبه حاجه اكشن حلوه يعني. تمام، اتمنى لك التوفيق جدا يا فندم. ميرسي ميرسي.